فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. ألقت يوم الأربعاء الماضي 25 من دجنبر 2019 الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القبض على ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة بمراكش، وذلك للاشتباه في علاقتها بحساب حمزة مومبيبي المثير للجدل. ودائما ما كانت الشبهات تحوم حول دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بخصوص تورطهما في عصابة حمزة مومبيبي، خاصة أنه لديهما علاقة مباشرة ببعض أعضاء هذا الحساب كسكينة غلامور وعائشة عياش، كما أن كل الأشخاص الذين هاجمهم حساب حمزة مومبيبي كانت لديهم عداوات وحزازات مع دنيا بطمة. قصة حمزة مومبيبي بدأت عندما أنشأ شخص مجهول حسابا على تطبيق سناب شات استهدف من خلاله مغربيات مقيمات بالخليج، حيث قام بفتح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين. وفيما بعد انتقل هذا الحساب إلى موقع الإنستغرام ليواصل الإساءة لعدد من المشاهير كالإعلامية المغربية مريم سعيد والفنانة نورة فتحي ورجاء بلمير وشقيقها عمر بلمير وسلمى رشيد زوجها وابتسام سيسكت وطاهرة والطبيب المثير للجدل دوك صمد والفنانة سعيدة شرف وغيرهم. ودائما ما كان اسم دنيا بطمة مرتبطا بأسماء هؤلاء النجوم لأنها كانت في صراع مع معظمهم قبل أن تقوم الفنانة سعيدة شرف ضحية حمزة مومبيبي بتحريك دعوى قضائية لتبدأ هويات المشبه فيهم في الظهور تباعا. فقد قامت سعيدة شرف برفع دعوى قضائية ضد حساب حمزة مومبيبي لمسه بكرامتها لتكشف تحقيقات الفرقة الوطنية عن الاشتباه في تورط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل أدمين حمزة مومبيبي وحمزة مومبيبي، ومن بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم الاستماع إليهم وعلى رأسهم كل من ابتسام بطمة الشقيقة الكبرى لدنيا بطمة. هذا وبالإضافة إلى المصممة عائشة عياش المستقرة حاليا بالإمارات، فإن الاسم الآخر المشبه فيه هو سكينة غلامور صاحبة محل بيع الملابس بمدينة مراكش وهي صديقة لدنيا بطمة، إلى جانب عدنان الساقي وهو صاحب وكالة لكراء السيارات بمراكش والمراسل الصحفي محمد ظاهر، بالإضافة إلى أسامة المشبه أيضا في قرصنته لحسابات فنانين على الإنستغرام. وقد ألقت الفرقة الوطنية القبض على كل من سكينة وعدنان ومحمد ظاهر وأسامة، وانضمت أمس إلى القائمة ابتسام بطمة. يذكر أنه سبق لشقيقة دنيا بطمة أن أنكرت وجود أي علاقة تربطها بهذا الحساب الذي اشتهر بفضح الفنانين، وبدورها أكدت شقيقتها دنيا بطمة عبر تصريحات صحفية أنها بريئة من كل التهم الموجهة إليها بخصوص تورطها في عصابة حمزة مومبيبي، معبرة عن استنكارها لكل ما كان يقوم به هذا الحساب بخصوص تشويه صور الفنانين. ولكن اتضح من خلال كلام دنيا بطمة أن أقوالها متناقضة، خاصة أنها عبرت سابقا خلال أحد اللقاءات الصحفية أنها معجبة بمنشورات حمزة مومبيبي. ويأتي هذا المستجد أياما قليلة بعد إصدار الفنانة دنيا بطمة لبيان تنفي فيه استدعاءها للتحقيق حول علاقتها بحساب حمزة مومبيبي على موقع الإنستغرام، والذي كان يسيره عدة أشخاص من أجل فضح فنانين وابتزازهم. كما تم استدعاء 9 فتيات بغرض التحقيق معهن، حضر 4 منهن وصرحت 2 منهن أنهما كانتا على علاقة غرامية بأدمين حساب حمزة مومبيبي، وأنه كان يبتزهما ويهددهما بنشر صورهما الحميمية، وأمام تخويفهما كانتا ترسلان له المال، فيما صرحت الثالثة البالغة من العمر 26 سنة التي كانت تجمعه بها علاقة جنسية والمتابعة في حالة سراح أنها كانت من ضحاياها في النصب والابتزاز الجنسي، وكان قد استعار منها هاتفها النقال.
يذكر أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي تباشرها مصالح الفرقة الوطنية لا زالت مستمرة للوصول لكل الأشخاص المرتبطين بالحساب المثير للجدل ألا وهو حمزة منبيبي. موضوع الشكاية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مواقع وهمية بأسماء مستعارة في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي كالابتزاز والتهديد بنشر الصور الخاصة للأشخاص والسب والقذف والطعن في العرض والشرف وتلفيق الاتهامات من أجل الحصول على مبالغ مالية. جيله أثناء لقاء مباشر مع متابعيها، وأتى بعدما ردت الفنانة على تعليق لإحدى متابعاتها على فيديو نشرته وظهرت فيه برفقة ابنتها غزل، ونصحتها المتابعة بإبعاد ابنتها عن الفن وعدم حرمانها من طفولتها تماما كما حدث مع حالة ترك، وهو ما أغضب دنيا بطمة ودفعها إلى الرد، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى عمل ابنتها في الفن ولن تستغلها ماديا. وعلى الإثر أعربت السابر عن غضبها الشديد في أكثر من فيديو، ووصفت دنيا بطمة في أحدها بالحقيرة، وأشارت إلى أنها لا تشعر بالإنزعاج وأنها تضحك. وخلال تحدثها إلى صديقة لفتت إلى أنها لا تهتم كثيرا بما يقال وأنه لا مجال للمقارنة بين غزل وبين ابنتها حلا، وأضافت والله المفروض الإنسان اللي عنده كرامة ما يقعد في البيت مش بيته ده أولا. وتابعت ثاني شيء البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عايز، بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب، وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها. وختمت الحمد لله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت، ووقفت وقفات ما بدي أقول أو أسمي، ووقفت وقفات مع أبو محمد وأنا بالعكس مو متضايقة، أنا قاعدة أضحك. وقالت في فيديو آخر إنه على الإنسان احترام نفسه وجمهوره، وإن لكل فعل ردة فعل، وذكرت أنه لابد من تحكيم العقل مع مرور السنوات وعدم التصرف بطريقة هستيرية تستدعي الذهاب إلى مستشفى المجانين. شكرا على حسن انتباهكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك.